للأسبوع الثاني على التوالي رح يكون عنا وقفة مع بودكاست عدل العشرة يلي بيدوي على تجارب أشخاص طموحين، أشخاص قدروا بدعم من ألمانيا يشتغلوا على مبادرات ومشاريع ناجحة رغم الظروف الصعبة. هالمشاريع بتتنفذ عبر الكي اف دبليو والجي اي زد وبتشمل عدة قطاعات. الإعلامي زافان عم بيضوي على هالمشاريع وعلى هالتجارب الناجحة بمن عدل العشرة عبر لايف، نحضر سوا. بالأزمة فتحنا مجال لستات بيوت تيساعدوا رجالهم، لو شيء بسيط بس بنقدر نساعد. بلشنا بالمشروع كفشة خلق، هلأ ما عادش أبدا فينا نترك الشغل، صار في ناس متكلين علينا. أول شيء ولادي قالوا لي اطلعي على البيت شو بدك تحشري، يعني صرنا ننتج أكثر بوقت أقل. عدينا العشاء وأعطيناهم أمل، يعني حلمي إنه أوصل أكثر. بتحسي حالك اليوم سيدة أعمال؟ هي أكثر يعني شو بدنا بسيدة الأعمال، هلا سيدة منتجة. الانهيار مش بس خبر بنشرة الأخبار ولا بكتاب التاريخ بعد 50 سنة، هيدا إذا كتب كتاب التاريخ. الأزمة الاقتصادية واقع بكل بيت بكل المناطق وعلى كل المستويات. كل واحد منا حياته تغيرت بطريقة، في ناس بس مع الأسف ما قدروا يواجهوا، وفي ناس عدوا للعشرة وصاروا قصص ملهمة بعائلاتهم ومجتمعاتهم، وهالناس تحديدا هن ضيوفنا ببودكاست عد للعشرة. خلينا نبلش عد مع نبيلة حسنية. منورة، اهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا فيك. حضرتك ام لاربع شباب وصبايا وزوجك عسكري متقاعد، بلشت الشغل بالمونة من شي 10 سنين، ومع الوقت ومع الازمة بطلت قصة تسلية بالبيت، صرت انت مصدر رئيسي لا يعني لتستمر العائلة. خبرينا كيف بلشت مشروع مونة ام نور؟ نحن اول شيء هيك بلشنا بالمشروع كتسلية او مثلا فشة خلق. لا هلا ما عادش ابدا فينا نترك الشغل، صار في ناس متكلين علينا يعني على شغلنا. بلشنا بالشغل بالمونه، زوجي كان يزرع بالرغم انه عسكري كله حاخذ عنده وهيك، بيطلع لنا كثير فايد بالانتاج. قررنا نعمل منه شيء نستفيد منه نحن وغيرنا يعني. فصرنا نعصر البندوره ونعمل رب، نعمل كاتشب، نعمل صوص لكذا شغله. شكلهم طيبين رباتك. كتير طيبين. شو السر؟ السر البندورة بلدية جبلية أورغانيك، بنعملها على الحطب وبعملها بقلب طيب. وسميتي منتوجاتك أم نور نسبة لابنك الكبير. ابنك. انت أم نور بالضيعة هيك معروفة. مظبوط. وبتعملي رب البندورة وشو كمان؟ بعمل اجمالا كل المونه البيتيه، بس اكثر شيء بركز على البندوره وعلى الرمان، عم دبس رمان، بعمل مكدوس، بعمل شطه الفليفل الحمراء حلو وحار. يعني مع الازمه كبرته او كنا عم نشتغل تقريبا كعائله. بالازمه فتحنا مجال لستات بيوت تيساعدوا رجالهم كمان. يعني مع الأزمة كده العالم محبطه، كل العالم بدها تهج، كده العالم وقفت شغل، انت شكلك بالعكس عديت للعشرة. عدينا للعشرة وعطيناهم أمل، يعني إنه لا ما في شيء صعب، في شيء مستحيل، رحنا نساء بالضيعة نوقف عند الرجال، لا لازم نشتغل لو شيء بسيط بس بنقدر نساعد. كانت أصعب الأزمة لأنه على أزواجكم كلكم أكيد، وأنت نقطة التحول اللي يعني خلتك تكبري أكتر وتفكري كيف بدك تطوري شغلك أكتر، إن كان كتسويق أو إن كان كنوعية. دورات خضعتي لها، خبرينا عن هالدورات. خضعنا لتدريبات كيف ساعدتني كيف منطور الشغل، كيف منحط اللوجو على المرتبين، كيف إنه نحفظ المونه بمربين القزاز، كيف من نعمل دراسه عن الارباح وكيف عن التكاليف قبل. وهذا الشيء ما كنت تعرفيه قبل؟ يعني اجمالا يعني لقيت حالي عم بتحمل انا شويه تكاليف زياده.
وهذا الشيء مش منيح لانه ما فيك تستمر، يعني انت بالنتيجه لازم يكون عندك ربح هامش لتقدري تطوري. هلا صرنا نعمل دراسه لكل شيء. شو اكثر شيء تعلمتي؟ يعني الشيء اللي ما كنت تعرفيه وساعدك بانك تطوري حالك بهالدورات؟ اول شيء ثقتي بنفسي كان صارت كثير زياده اكثر، والحمد لله انه كل ما زادوا زبوناتي كل ما زادت ثقتهم بشغلي، كل ما انا كنت عم بشتغل بخترع يعني انواع من الموني اكثر، يعني لدرجه حتى قشر البنطوره اللي نحن بنستخلصها بنلعب الساره كنا اول شيء نكب او مثلا نعطيها للعنده مواشي او شيء، حتى هيك يعني عم نساعد. فاكتشفنا خلطه من يبس القشر من بنحط له متطيبات ومنستعمله مثل بهارات يعني للمعكرونه للبطاطا، مثل بهار البطاطا او هيك يعني منكه للاكل. يعني المشروع اللي انت خضعت فيه لهذه الدوره هو ضمن برنامج لدعم وتمكين النساء بالمجتمعات الريفيه، قد ايه مهمه هالنوعيه من البرامج وشو يعني شو مطالبك لتحسين هالبرامج بشكل عام وهالمشاريع؟ هلا هيك برامج كثير مفيده، كثير مهمه لصبايا الضيعه يعني الصبايا الريف، لانه يعني بينطلقوا من شيء كانوا هن حابين يعملوه بس مش ما في جهة ممولة او مش قادرين او عندهم مثل احباط او شيء. هول الجهات الممولة او جهات الداعمة للنساء كتير مفيدة، واني انا كتير بحب انه عطول يضوء هذه الاشياء. بتفكري اوقات انه كيف كنت قبل وكيف كنت بعد هالمشروع؟ اكيد. شو اكتر شيء تغير؟ هلا صار عندي طموح لانه اوصل بعد اكتر اتغير، يعني كنا نشتغل عقدنا هلا موعودين بالطاقة الشمسية ان شاء الله هلا تزبط، جابولنا عصارة كبيرة سهلت اسرع سرعة الانتاج اكتر بوقت اقل، يعني صرنا ننتج اكتر بوقت اقل. نعم. وانت فيك من الانتاج تبعك تقدر تكبري وتجيبي طاقة شمسية او بعد ما وصلت لهالمحل؟ ان شاء الله. وصعبة توصلي على بيروت مثلا او توصلي ل تعرض البضاعة تبعك بالسوبر ماركت مثلا او هلا هو في شيء ما في شيء صعب، صعب التنقلات الكلفة، اذا بدك تعرض بستاندات بده يكون عندك اللوجو المضبوط الليبل تاريخ الصناعة تاريخ الانتهاء، هاي بعدنا ما عملناها موجودين الله عم تساعد جمعية عم تساعدنا، وحابة اشارك بموارد اكيد بتصير ببيروت بجبيل بطرابلس ان شاء الله نوصل لأبنى. وبركي توصلوا لوقت انه تجمعوا حالكم بكل الجبل، يعني الستات اللي عم تشتغلوا بهالنوع من المشاريع لانه بالاتحاد قوه بالنتيجه. يعني في مشروع هلا عم ينعمل ببقعات الشوف رح يعملوا مبنى لكل الستات اللي بيشتغلوا بالمونه واللي مش ما عندهم حال بالبيت بدهم يصلوا هونيك. قلت اهل الضيعه هيك شوي غيروا نظرتهم تجاهك انه من شو بدك بهالشغله لا اليوم عم بشجعوك وصاروا جزء يعني من هالحركه اللي عملتيها، اولادك كيف تغيرت علاقتهم فيك؟ اول شيء اولادي يقولوا لي طلعي على البيت شو بدك بهالشغله. هلا لما بلاقوني كثير معجوقه بعيط ولا بننزل بنساعدك، فبتلاقيهم نزلوا دغري، يعني اللي عم بغسل البندوره اللي عم بقطع اللي حتى واقف على الصاره عم بعصر اللي عم بحرك الرم. لا مبسوطين. شو حلمك هلا اللي جاي؟ حلمي انه اوصل اكثر لمحلات اكثر، وحب اعمل صاله عارض لي، يعني اشتغل يعني بصير للزبون حتى بالشتاء لما بده موني بيجي لعندي على مثل محل صغير بيجي بياخد الاغراض اللي هو بده اياهم. ست نبيله حسنيه شكرا لك. كلك ذوق. شكرا لك وشكرا لاستماعك لنا، وان شاء الله من خلالك ومن خلال برنامجك نوصل وكل الصبايا بيتشجعوا انه يشتغلوا. انا الشغل ابدا ولا مره كان عيب، شو ما كان الشغل ولا مره كان ابدا عيب. بتحسي حالك اليوم سيدة أعمال؟ هي أكتر يعني شو بدنا بسيدة الأعمال، هلا سيدة منتجة عم شجع الصبايا إنه هن يشتغلوا يكون سيدات نفسهم قبل كل شيء. أنا الحمد لله مبسوطة لأنه أولادي فخورين فيي وزوجي حدي وأنا فخورة فيه. أهلا وسهلا فيك. مرسي لك.
نبيلة حسنية هي دليل أنه الامرأة فيها توقف بقوة إلى جانب عائلتها وفيها تكون مصدر إلهام لكثير غيرها من النساء. شكر كبير للإعلامي زافين كويومجان على هذا البودكاست الملهم. انطرونا كل تنين بحلقة جديدة من بودكاست عدل العشرة. بريك صغير ومنكفي من بعده حلقتنا.